الحقيقة العناية بالحمل تبدأ عند اكتشاف الحمل منذ الشهر الأول بإجراء بعض الفحوصات، مثلا القيام بفحص السونار وبعض تحاليل الدم لاكتشاف الأمر الجنين، وكذلك عند منتصف فترة الحمل إجراء السونار لاكتشاف عدم وجود التشوهات الخلقية للجنين، وفي الأشهر الأخيرة للحمل يتم إجراء بعض الفحوصات لاكتشاف عمر الجنين وتحديد فترة الولادة وطريقة الولادة للمرأة. ندعوكم لزيارة لقسم النسائية في مستشفى ثومبي من أجل اكتشاف الحالات المرضية التي تؤثر على الحمل، ومن أجل حمل معافى وجنين سليم.